كيف ابتدأ تعامل البشر مع القرآن أول ما أذن الله بالقرآن للنزول على البشر؟ ما الذي تعامل به الصحب الكرام؟ ستجد أنهم كانوا يتتبعون الوحي أول نزوله فيأتون إليه فيفتحون له قلوبهم قبل آذانهم، وتستوعبه عقولهم وأفكارهم فيتحول إلى ما يحملهم على العمل. أما قال عبد الله بن عمر: كنا نتعلم القرآن عشرا عشرا أو عشر آيات عشر آيات لا نتجاوزهن حتى نتعلم ما فيهن من الإيمان والعلم. قال: فتعلمنا الإيمان والعلم والعمل جميعا. هذا المنهج الذي درج عليه الصحابة الكرام رضي الله عنهم ورثوه لمن جاء بعدهم. فوجدت أجيال التابعين فمن تبعهم إذا وصف أحدهم بعلمه بالقرآن أو بحفظه لا تلفيه إلا ذلك الحافظ العالم بكتاب الله، وعليه نزلت نصوص الشريعة. وهذه النقطة الثانية التي أردت في العودة إلى النشأة للبداية أن ألفت الأنظار إليها. نصوص الشريعة أحبة الكرام التي جاءت بفضل صاحب القرآن وحامل القرآن والمتعلم للقرآن، ستجدها جاءت على ألفاظ كانت مقصودة، منها التعلم والقراءة: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ويقول عليه الصلاة والسلام: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة. لاحظ معي، هذه الأجور جاءت مترتبة على التعلم والتعليم وعلى القراءة. السؤال هو: أي تعلم وأي تعليم؟ عندما نصر على أن نبقى في مواضعنا دون تقدم سنفسر التعلم هنا بتعلم القراءة واللفظ والتكرار نقطة ونقف، والتعليم هو كذلك. ما الذي جعلنا نضيق الدائرة ولا نفهم من التعلم تعلم القراءة والإيمان والعلم والعمل كما يقول ابن عمر رضي الله عنهما؟ هذه واحدة. يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل، اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب. تلاحظ النصوص جاءت بمصاحبة القرآن. يقال لصاحب القرآن: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه. السؤال أيضا: من هو صاحب القرآن؟ لطالما ظللنا أيضا بإصرار نفسرها على أنه الحافظ الذي أكمل حفظ القرآن وضبطه وصار من الحفاظ المتميزين الذي قلما يخطئ، ونزلنا عليه وصف صاحب القرآن. السؤال: هل مجرد الحفظ وضبط الآيات، وأرجو ألا يفسر الكلام على طول المجلس بانتقاص أو استقلال لحفظ القرآن وضبطه، حاشا والله، وقد صدرت بأنه يكفي من الشرف أن يستشعر صاحب القرآن الحافظ له أن الله اختار قلبه ليكون مستودعا لكتابه،